كان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، والذي حصن من خلاله قراراته وحصن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، لا يزال مثار جدل في الشارع المصري. وبعد صدور الدعوة إلى الاستفتاء على الإعلان الدستوري الذي تم التصويت داخل اللجنة على مسودته في الأسبوع الماضي، فإن هذا الجدل أسفر عن العديد من وجهات النظر. هناك من يرفض أن يتم تخييره بين إعلان دستوري يرى من وجهة نظره أنه يؤسس الاستبداد، وبين دستور يرى أنه لم يحدث توافق عليه وأن هذه الفكرة تحتوي فيها نوع من الإجبار من وجهة نظره، وبين من يرى أن الاستفتاء يضع حدا للإعلان الدستوري، وبالتالي فإن الرئيس لن يمكنه استخدام سلطاته المطلقة، وهو المخرج بالنسبة له للخروج من هذه الأزمة. هناك في المنتصف من يرى أنه يرفض الإعلان الدستوري أو الدستور في حد ذاته بسبب أسباب متعلقة بصياغة هذا الدستور، ومن يقبله لأنه يرى أن كتابة هذا الدستور بالنسبة له مقبولة. هذه بعض من الآراء التي نحاول أن نستطلعها، وعلى الآراء الأخرى ما الذي يمكن أن يضيفه مشاهدونا من آراء حول الاستفتاء على الدستور وحول مشروع الدستور القادم. هل يمكن أن يكون هناك وجهات نظر أخرى يمكنها أن تكون جسر ربما بين ما سبق، أو إضافات جديدة، أسباب كل فريق في رفضه أو قبوله لمشروع الاستبداد؟ مشروع الدستور عفوا. في هذه الدقائق نستمع إلى اتصالاتكم حول الموقف السياسي فيما يتعلق بالدستور. معي من القاهرة منى، تفضلي. أيوة تفضلي. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا بقول رأيي على الدستور ده، طبعا أنا قريت الدستور، مش بتكلم يعني كده، لا أنا قريته يوم الاستفتاء عليه في التلفزيون. نعم. قعد يوم بحاله لحد ثاني يوم الصبح الساعه 8، وشايف ان الدستور ممتاز جدا وما فيهوش اي حاجه غلط انهم بيعترضوا عليه، ولا في حكايه البنات سنه 9 سنين اللي بيجوزوهم، ولا في الكلام الفارغ الاشاعات اللي طالعه دي. نعم. ده دستور محترم. وانا شايف ان هو مناسب جدا لينا، وشايف الناس اللي عملوه ناس محترمه خبره وناس على مستوى عالي جدا من الكفاءه. فانا مش عارف ليه اعتراض. بس عشان وقف يعني هيك موقفك انك توافقين على دستور ترينه دستورا ممتازا، وكما هو واضح ستصوتين في الاستفتاء عليه. بنعم طبعا اكيد، لان هو اللي بيفهم يقول ان الدستور كويس اللي يقراه، لكن مش الواحد يقول لا وبس. ناس تقراه احسن. طيب يعني ما راي حضرتك استاذه منى في ان بعض يرفض فكره اساسا الدستور بسبب الظروف التي خرج فيها، ويرى ان هناك نوع من اجباره على الموافقه على دستور لم يحدث توافق عليه، ويراه غير ممثل لكافه القوى الوطنيه؟ بصي هقول لحضرتك حاجه، هم اللي بيقولوا ان الدستور اتسلق، لا ما اتسلقش. دستور امريكا اتحط في 4 شهور، احنا اتحط في 6 شهور. اللي حصل في الاخر ده يوم الاستفتاء، ده شيء يعني استفتاء على المواد مش اكتر، لكن مناقشته استمرت 6 شهور، انا مش شايفه ان دي مده قليله، لا دي مناسبه جدا جدا. الناس اللي بيعترضوا دول عايزين فوضى في البلد، البلد تبقى فوضى عشان يسقطوا النظام، الدكتور مرسي سقط والنظام الاخوان غلط. لكن دول لو بيحبوا البلد، في واحد منهم لجأ لامريكا، واللي لجأ للاتحاد الاوروبي، واللي لجأ للدول العربيه. ليه؟ وبالتالي انت ترين يعني هو طبعا من حق حضرتك ان تعبري عن موافقتك للدستور، لكن فكره ان الرافضين له يرفضونه لاسباب غير وطنيه، يعني فكره دعينا نتحفظ عليها قليلا على الاقل حتى نستمع الى بقيه وجهات النظر. اشكرك استاذه منى. معي من البحر الاحمر سعد، تفضل استاذ سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل استاذ سعد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اسمعك تفضل يا فندم. يا استاذ منى، من فضلك ممكن اشارك في رايي في الدستور؟ طبعا يا فندم اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا القرار اللي اتخذه الرئيس محمد مرسي ده قرار صائب 100%. قرار صائب 100%. اي قرار؟ الدستور، الاعلان الدستوري، ولا قرار الاعلان الدستوري اللي نزله الرئيس محمد مرسي؟ ده اعلان، ده قرار دستوري من الدرجه الاولى وقانوني من الدرجه الاولى. بصفته رئيس الجمهوريه من حقه ان يصدر قرار اعلان دستوري ما يشاء، مثل العسكر لما كان ماسك اصدر قرارات دستوريه بدون شرعيه،
فلما جاء الرئيس مرسي بناء على الإعلان الدستوري اللي نزله المجلس العسكري، فمن حقه أنه هو ينزل قرار إعلان دستوري زي المجلس العسكري بل أفضل منه. يعني حضرتك لسه وصفت الإعلان الدستوري. نعم، أنت وصفت الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري بأنه غير شرعي، رغم أنه هو الآخر كان الجهة التي تدير البلاد. وهناك من يرى أن الرئيس وفق دستور، وفق حتى الدستور المستفتى عليه في 19 مارس، ليس من حقه أن يصدر إعلان دستورية. يا أستاذة، الثورة لما قامت، ثورة يناير لما قامت، ألغت جميع الدساتير 71 وغير 71 كله ملقاه. نعم. بناء عليه احنا انتخبنا رئيس جمهوريه منتخب. انتخبته على دستور، بناء على دستور 19 مارس، اليس كذلك؟ يعني الدستور الذي كنا نعمل به الاعلان الدستوري كان الذي تم الاستفتاء عليه في 19 مارس، اليس كذلك؟ 19 مارس. بناء عليه احنا انتخبنا رئيس جمهوريه. نعم. السلطه الوحيده المنتخبه من قبل الشعب المصري هو رئيس الجمهوريه. وأن القضاء ليست له سلطة، وأن الجيش ليس له سلطة، وأن من دون ما أي سلطة من دون رئيس الجمهورية فهي ليس سلطة قانونية ولا شرعية. هو السلطة الوحيدة الشرعية في البلد. طب أستاذ سعد، هل قرأت الدستور؟ طيب، أنا فهمت وجهة نظر حيث ترى أن سلطة الرئيس من حقه أن يصدر ما يشاء من إعلانات دستورية على اعتبار أنه الرئيس المنتخب، لكن هل حضرتك قرأت؟ وأن القضاء، أما بالنسبة لمشكلة القضاء يا أستاذي أنه هو معتصم ومش راضي ينزل في الصناديق، أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما لم يحكم بما نزل الله فأولئك هم الظالمون. قضاة مصر يا سيدتي، أنا أراهن إن كان بهم أحد يحفظ القرآن الكريم. طب يعني أرجوك بعيدا عن التجريح في أشخاص، يعني حضرتك لا يمكنك أن تطلق أحكام مطلقة على أحد. دعني أسأل حضرتك، دعني أسأل حضرتك فيما نناقش، هل قرأت، هل قرأت حضرتك الدستور؟ هل قرأت حضرتك مشروع الدستور؟ هل اطلعت عليه؟ أنا والله لم أقرأ الدستور نهائيا، ولكن أنا من خلال قناة الجزيرة المحترمة التي عرضت مرات عديدة الدستور أمامي والنقاش مع إخوة أفاضل يتناقشون، فهمت نقاط كثيرة جدا جدا من الدستور. أنا واثق، يعني حقيقة اعتمدت على ستوافق على الدستور، أنت لم تقرأه، ورجل على دين. نعم. وأنه يحب أن يهرب بالبلاد إلى ما يرضي الله. شكرا لك أستاذ سعد، شكرا جزيلا لك. أنتقل إلى محمد من سوهاج، تفضل يا أستاذ محمد. أستاذ محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو، معايا؟ أسمعك يا فندم، تفضل. أنا محمد عبد الله من طهطة من سوهاج. أنا حضرتك، أنا شاركت في المليونية بتاعت النقضة، وأنا سافرت من الصعيد لحد القاهرة على حسابي علشان أأيد سيادة الرئيس، مش علشان محمد مرسي. أنا أساسا تبع حملة الدكتور سليم العوض في محافظة سوهاج في طهطة. اتعلمنا من استاذنا من محمد سليم العوا ان احنا نعيش الواقع، نعيش اللحظه زي ما بيقولوا. بدايه في مشكله ضخمه جدا جابتنا عند الاخوه اللي هم القضاه، مع اعتذاري مع احترامي لهم جميعا، هم بيطالبوا بان الرئاسه تحترم، يعني السلطه التنفيذيه تحترم القضاء. هل هم احترمونا احنا كشعب؟ هل هم احترموا السلطه التشريعيه؟ هل هم عندما حلوا السلطه التشريعيه هل كانوا بينفذوا القانون ام بينفذوا اجنده سياسيه؟ ده امر واضح. الو؟ نعم، اسمعك استاذ محمد، اسمعك يا استاذ محمد. الكلام واضح جدا. هم لما حلوا اللجنه التشريعيه، السلطه التشريعيه حلوها على اساس ايه؟ هل هم يستطيعوا حل اللجنه التشريعيه؟ في حاجه ثانيه، الاحكام الدستوريه، احكام المحكمه الدستوريه، هل هي احكام؟ طيب يعني استاذ محمد، اليست لديك مخاوف ربما؟ طيب يعني بعيدا حتى عن الازمه التي تحدث الان، اليست لديك مخاوف انت شخصيا؟ يعني جميعنا مواطنين وجميعنا لنا شان مع القضاء، ان ما يحدث الان من التشكيك في القضاء بهذه الطريقه، من محاصره بعض القضاء، من الازمه السياسيه ان يكون لها توابعها فيما بعد على حق التقاضي امام المواطنين وعلى احترام احكام القضاء بشكل عام في أي قضية، حتى لو قضية شخصية يتعرض لها أي مواطن؟
الكلام بتاع حضرتك جميل جدا، بس الامر الواقع واضح ان القضاء متيأسين، ده امر ما فيش مجال ليه. وثاني حاجه احنا انتخبنا رئيسنا. يعني ايه ده حدث ان حضرتك حكم في قضيه انت طرف فيها حكم لا يعجبك مهما كان صوته، لان هو الاقوى والافضل. ثاني حاجه لما الاخوه القضاه اللي هم بتوع المحكمه الدستوريه حلوا مجلس الشعب، هل 19 واحد يساووا ب 30 مليون او 32 مليون بني ادم؟ دي مستحيله. يعني هل المساله في القضاء متعلقه بالعدد؟ لو لديك حضرتك ازمه مع الدوله مثلا في قطعه ارض ما، مثلا لديك نزاع بينها وبين الدولة، هل سنستطيع أن نقول مثلا لو حكم لك القضاء أن القضاء ساوى حضرتك المواطن الفرد بالدولة بكل أجهزتها؟ يعني هل هذا القياس هو قياس دقيق من وجهة نظرك؟ أن نقول بحكم الأعداد، يعني القوانين ينظر لها بشكل مجرد وليس بإرادة فلان وإرادة علان، أليس كذلك؟ تمام، بس دي اشكال برضه لازم نكون واضحين فيه. نعم. الشعب هو مصدر السلطات، والسلطات هو سلطه تنفيذيه وسلطه تشريعيه وسلطه تنفيذيه وتشريعيه، والثالثه اتذكر تنفيذيه وتشريعيه. المهم احنا مصدر تلك السلطات، لما السلطات دي تجر علينا يبقى هي واقع علينا احنا كمجتمع. نعم. طيب انت بتوقف عليها على اساس ان احنا اسيادكم. اسياد ثلاث سلطات، احنا اسياد السلطه القضائيه. طيب يعني هل حضرتك ما دمت يعني انت مصر ان تتحدث فيما يتعلق بموضوع القضاء؟ نعم. ارائنا منكم اللي تفرضوا علينا. ما في شيء ما يسمى بالاستفتاء، الاستفتاء لا يجد احد ابدا على الاطلاق ان يخرجوا من الحسابات. دلوقتي لما القضاء بيمتنعوا عن الاشراف على الاستفتاء الا هم يقولون بانهم السياد الشعب الذي هو. طيب يعني بما انك تحدثت عن فكره السياده ومن فوق ومن تحت، يعني هذه فكره الله اظن انها ورده، لكن اسمح لي هنا انا اسالك، يعني انت كمواطن لم تكن لديك اي مشكله في ان الرئيس جعل قراراتي لا يمكن لاي قاضي ان ينظر فيها؟ لو ان حضرتك شخصيا لديك مشكله مع رئيس الجمهوريه، يعني وفقا لمنطوق الاعلان الدستوري لا يمكنك ان تقاضي، يعني هل ترى هذه مساله مقبوله بالنسبه لك؟ هي الاشكال حضرتك في حاجه اكثر من كده. اذا كان قضاء اللي حلوا مجلس الشعب اخطاوا، هل افضل ان اقاضيهم؟ مش كان محضر. هل القضاء الذي يتدخل في كل حياتي دلوقتي وبيدمر كل حياتي السياسيه من غير سبب واضح، هل اقدر اقاضيه؟ هو عنده اظن معتبرين نفسهم اسيادنا ازاي واحنا لو لم يكن هذا الشعب هتحفظ فقط على بعض المسائل المتعلقه بالسياده وتدمير الحياه السياسيه. اشكرك يا استاذ محمد وانتقل الى الاستاذ عبد الله، له فتره طويله على الاستاذ طه عفوا من بني سويف. استاذ طه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بحييك وبحيي قناه الجزيره المحترمه. شكرا جزيلا يا فندم. والحقيقه انا عايز اقول ان لن تخرج مصر من هذا المستنقع الا بتنفيذ الاعلان الدستوري حرفيا وكما ورد بنصوصه. كيف؟ والا بمفهوم المخالفه لو اتحلت التاسيسيه واتحل مجلس الشورى ما قدامناش غير ان احنا ندعو لانتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى وتاسيسيه من اول وجديد. ويقوم محامي تاني الصبح ما عندوش شغل مثلا يروح يرفع قضيه على المجلس. طيب يعني انا اريد فقط ان اتقدم خطوه في هذا الحوار. بين المحكمه الدستوريه والرئاسه. اتفضل. كل الذين تحدثوا يعني توقفوا كثيرا امام الازمه باعتبار ان طرفيها هي الرئاسه، هي القضاء في مواجهه اخرين. طب دعنا نتحدث بمفهوم المواطن العادي او القوى السياسيه المختلفه. فكره ان الرئيس نفسه كان قد وعد بانه لن يتم طرح مشروع الدستور للاستفتاء في تسجيلات يعني مسجلة الحقيقة ويتم تداولها على نطاق واسع، لن يتم طرح مشروع الدستور للاستفتاء إلا بعد التوافق المجتمعي عليه وبعد الحوار المجتمعي. هل ترى هنا أن الرئيس أوفى بما ألزم نفسه أمام الناس به؟ لا والله أنا عايز أقول حاجة تانية خالص. النهاردة أنا لما أجي أعترض على شخص الصانع ولا أعترض على المنتج اللي أنتجه هذا الصانع؟ احنا نتكلم على المنتج يا فندم. هنا نتكلم على المنتج. يعني الرئيس ألزم نفسه بأنه لن يتم طرح مشروع الدستور للاستفتاء إلا بعد التوافق عليه. هل جرت أي محاولات للحوار حول مشروع الدستور في وجهة نظرك؟ لا أنا شايف أن مصر كلها بتمر بظروف استثنائية، فلا بأس من أن يكون هناك ظروف استثنائية أصلا لمواجهة هذه الظروف. ألا تخاف من فكرة التوسع في فكرة الظروف الاستثنائية كما كان يحدث في نظام مبارك؟ يعني كان يتم مثلا نظام هناك فرق بين نظام مبارك يعني اللي بيتشدوا. احنا عمرنا ما سمعنا ان مبارك طلع قرار ولغاه.
لما جه الرئيس بقى يطلع قرار ويلغيه بقى يقولوا ده بيلغي قرارات. طب الاول كان في قرار بيطلع مبارك ويتلغي، فدي ناس بتعترض لمجرد الاعتراض بس. انا اللي انا عايز اقوله الحقيقه ومستغرب عليه جدا، حمايه العدل يعني محراب العداله ازاي يقبلوا على نفسهم ياخدوا مرتبات وحوافز وناس مصالحهم متعطله في المحاكم؟ انا محامي بيسبني ضرر مباشر باعتباري محامي في اضرار غير مباشره من ورا تعليقهم ده، وهم معلقين هنا. يا ريت نسمع واحد فيهم بيقول انا والله متنازل عن مرتبه عن حظي وعن مكافاتي الشهر بتاع فتره الاضراب، انما قاعدين يظهروا لنا لدرجه ان هم اصبحوا من رواد الفضائيات وعاشقين للتلفزيونات والشهره والكاميرات ياخدوا مرتباتهم وحوافزهم. شكرا جزيلا لحضرتك، اشكرك استاذ طه من بني سويف. معي احمد من كفر، محمد من كفر الشيخ، تفضل يا استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك بس انا عايز اشارك معاك في موضوع الراي. تفضل يا حول الاستاء. ايوه ايوه اسمعك، تفضل يا استاذ محمد. حضرتك بالنسبه لموضوع الدستور ووضع الدستور، يعني حضرتك ديت مجلس الشعب، ده مجلس الشعب منتخب ومجلس شورى منتخب من اكثر من 30 مليون، وجاب المجلس الشعب ومجلس الشعب بانتخاب غير مباشر انتخب الجمعيه التاسيسيه اللي حطت الدستور. حضرتك لو افترضنا ان مجلس الشعب ده جه من اغلبيه غير اسلاميه وجاء تعمل في الموضوع ده، هل كان الموقف الطرف الثاني هيبقى زي مثلا موقف اللي هم الليبراليين والعلمانيين دلوقتي وهنخش في دوامه؟ يعني طيب لو مثلا سؤال وجيه داني، انا اسال حضرتك يا استاذ محمد، لا قبلهم واللي هم الاسلاميين اغلبيه وجابوا لا قبلهم، يبقى مش هنحط دستور للبلد. هو حضرتك الدستور ده اولا غير مقدس وغير منزل، وهو يعني ايه فتره هيجي مجلس الشعب يشوف فيه مصلحه، حب يغير ماده، حب يغير مادتين، حب يضيف ماده، حب يضيف مادتين، هل ديت فيها اشكاليه؟ هو حضرتك ليه احنا عايزين يخلوا الدكتور مرسي موجود دايما في المرحله الانتقاليه ديت ويلخبطوه ويحاولوا يعني ايه يلخبطوا له البلد من جوه؟ طيب طب اسمح لي اكتفي بهذا القدر من مداخلتك استاذ محمد من كفر الشيخ، يبدو ان حضرتك لا تسمعني، اكتفي بهذا القدر لان علينا ان نتحول الان على الهواء مباشره الى مؤتمر صحفي لتجمع النقابات المهنيه من المفترض ان تعلن فيه عن موقفها من مشروع الدستور، فالى هناك. منذ دستور 23 أو منذ ما أعلن محمد علي